ده كان جزء مهم جدا جدا. طيب اللي جاي، اللي جاي مباراه الزمالك والترجي، مش عارف اقول ايه عليها غير ان هي خلاص انت مطلوب منك في مباراه كمان 3 ايام انك تصلح كل، تحاول تصلح اي حاجه من اللي بيحصل ده. مش هنيجي بقى نقول زي ما بتقال كده البكاء على اللبن المسكوب، ما بقاش خلاص اوبشن. انت دلوقتي بتحاول ترجع او تسترد جزء من هيبتك الافريقيه، هيبه فريق نادي الزمالك الافريقيه اللي بقالها فتره مفقوده من لاعبي نادي الزمالك. فانت كده بالشكل ده في المنافسه المحليه بعدت بشكل كبير جدا، في المنافسه القاريه الوضع بقى صعب جدا جدا جدا. ف مش هنقدر الوحش ومش هنتشائم، ده بدورنا احنا هنا كاعلام لنادي الزمالك. انت في ظهر الفرقه، احنا في ظهر الفرقه، في ظهر شعار نادي الزمالك، اي حاجه ليها علاقه بشعار نادي الزمالك احنا في ظهرها وبندعمها. فالواحد بيتمنى ان اللعيبه تصالح الجمهور، جمهور نادي الزمالك اليوم الثلاث في مباراه الزمالك والترجي لقاء الاياب او رابع لقاءات دور المجموعات ان صح التعبير، هيبقى فيه 20,000 متفرج. ده السعة المصرح بيها لحضور جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك اللي تقدر تقول عليها هي الطرف الاكثر استحقاقا من الجميع في معادلة حب النادي ده والاخلاص ليه. دايما بنتكلم عن وفاء جمهور نادي الزمالك، دايما بنتكلم عن ان جمهور نادي الزمالك لا يكل لا يمل من دعم فريقه، من دعم لعبته، من الوقوف ورا كيان، من الوقوف ورا الكيان في المر قبل الحلو، في سنين عجاف عدت عليك ما كنتش بتاخد فيها ولا بطولة، ودلوقتي حتى في السنين اللي فاتت بتاخد بطولة بتلاقي نفس الدعم بل وزاد. الناس بتبقى مبسوطة بفوز نادي الزمالك بأي حاجة. احنا كنا بنقول يعني من أكتر من شهرين ثلاثة كده جمهور نادي الزمالك بيستمتع لما يتفرج على فريقه. فريقه بقى ما فيهوش السكواد الأقوى ولا الأكبر ولا الأسامي الرنانة من اللاعبين اللي تخلي كل زملكاوي عايز يتابع الفرقة وعايز يشوف لمسة اللاعب الفلاني في نص الملعب، لمسة اللاعب العلاني في قلب الهجوم. بيدعموا كيان نادي الزمالك، ما بيدعموش أفراد، وده المهم والأهم في تاريخ هذا الجمهور الأوفى والأعظم في الجماهير. الواحد أنا شايف ده، خلي بالك في منافسين بيقولوا عليك كده، بيقولوا حرفيا أنتوا عندكوا قدر من الوفاء لفريقكم لا يضاهيه وفاء لأي جمهور تاني لناديه. انت في ظروف صعبة بتدعم وبتقف ورا فريقك، في ظروف كويسة نفس الكلام ما بتتأثرش بده. فرقتك انت بتحب تتفرج عليها، ما فيهاش تدعيمات بقى، ما فيهاش صفقات، انت بتتفرج عليها. وخلي بالك سلاح نادي الزمالك كله في جمهوره. الفرقة دي لو فطنت كده للي حاصل، للوضع اللي هي فيه، هتلاقي ان الجمهور الوحيد اللي عمالي يزق الفرقة وعمال يدعم الفرقة. هتلاقي ناس تانية بتوقع الفرقة. هتلاقي ناس تانية الفرقة أصلا ممكن تكون ما بتمرش بمراحل كويسة، وتلاقي الناس كلها تخرج لك كل السلبيات اللي في الفرقة، يتفننوا في إن هما يخرجوا سلبيات نادي الزمالك. لو الفريق ماشي كويس يطلع لك، يخترع لك شائعة جديدة، وشفناها في أكتر من مرحلة وأكتر من مرة. يقول لك بن شرقي ماشي، وبن شرقي لسه فاضل له مثلا، كان ساعتها فاضل له مثلا 6 شهور، يقول لك عرض مش عارف منين لبن شرقي، عرض إيه لبن شرقي. طب وفي الآخر بن شرقي قعد لآخر عقده يعني، وانتقل انتقال حر لنادي الجزيرة الإماراتي. هتلاقي أكتر من شائعة. وخلي بالك
لما الزمالك بيمشي كويس هتلاقي الموضوع ده كتير جدا جدا جدا، وكرر ما في لاعب واتنين وتلاتة وعشرة. هتلاقي طارق حامد نفس الكلام، هتلاقي مصطفى محمد نفس الكلام، واخرهم طبعا امام عاشور اللي مشي برضو في وقت كان الفريق في احتياج ليه، الفريق ما كانش مستاهل او محتاج ان هو يمشي منه اي عنصر اساسي. انت عينك على ايه؟ عينك على بطولة افريقية غايبة عن النادي بقالها 20 سنة، فانت بتدعم. صحيح الصفقات زي ما بتقال كده، اقول لك الصفقة مش مضمون ان هي تتألق مع فريقك، ياما جبت لعيبة ما عندهاش سي في قوي، ولكن لعيبة كانت خامة مبشرة بتتألق وبتبقى في حتة تسعة. اللعيب بعد ما بيجي نادي الزمالك يقوم رايح المنتخب بتاع بلده، بيبقى لعيب دولي من خلال نادي الزمالك. هتكلم عن اسامي كتير جدا جدا، هتكلم عن سيف الدين الجزيري، هتكلم عن اشرف بن شرقي اللي قعد كتير جدا كان بينضم بس لمنتخب المحليين، بقى ينضم للمنتخب الاول. فدي حاجة عظيمة، حاجة عظيمة. نادي الزمالك بيبقى مؤثر. في لعيبة تانية بتبقى متوهجة في فرق تانية غير نادي الزمالك، ولما بيجي نادي الزمالك الموضوع بيبقى تقيل شوية. تيشرت نادي الزمالك كبير؟ اه كبير. ممكن يبقى تقيل شوية على كتاف لاعب من اللاعبين؟ اه ممكن يبقى تقيل على كتاف لاعب، وده شفناه في كتير جدا وفي حقب زمنية مختلفة جدا. يعني افتكر معايا وفكر كده في 10 سنين، من 2005 ل 2014 9 سنين انت خدت كاس مصر. شوف كم اللعيبه اللي جه نادي الزمالك في الفتره دي. طيب بعدها هل الموضوع ده انت لا، هتلاقي في لعيبه، في لعيب بيجي يتالق طبعا، وبتحسب للناس اللي بتبقى موجوده، ولكن بتلاقي برضه لعيب بيجي متوهج ومتالق مع فريقه، يجي نادي الزمالك الموضوع بيختلف. طب احنا عايزين نسخة بتاعت الفرقة اللي انت كنت بتلعب فيها، زي ما كنت بتلعب مثلا في ايا كان الاسم، مش عايز اقول اسم نادي بعينه، عايزين النسخة دي، احنا جايبينك عشان شفناك بتلعب مع الفرقة دي بالطريقة دي بالقلب ده بالروح دي. لا تلاقي لا، تيشرت نادي الزمالك، الضغط الجماهيري بتاع نادي الزمالك، ان فرقة عندها جماهير بالملايين زي نادي الزمالك، في لعيبة ما بتستحملش ده. خلي بالك في لعيبه كبيره، لعيبه موهبتها فزه، ما بتستحملش الضغط ده. افتكر يعني اخرهم مصطفى فتحي، لعيب مهم جدا، ولعيب انا اعشق الكرة ما بين رجل مصطفى فتحي، احب الكوره تروح له. في فتره من الفترات ما استحملش الضغط بتاع نادي الزمالك. لما بيروح اي فرقه تانية سواء في السعوديه في المملكه طبعا بيأدي أداء خرافي، لما بيروح بيراميدز بنشوفه بيأدي أداء قوي جدا. لعيب زي زكريا الوردي، لعيب محترم جدا جدا، وكان في الرجاء المغربي، فريق الشقيق طبعا الرجاء، تلاقيه بيأدي أداء ولا أروع. جه نادي الزمالك ما استحملش الضغط، رجع تاني الرجاء هتلاقيه بيأدي الأداء. هو في ناس ممكن يكون أجواء البلد ما مشيتش مع زكريا الوردي، ما قدرش يتأقلم، زي ما احنا عندنا لعيبة مصريين بيسافروا أوروبا وما بيتأقلموش، ده طبيعي يحصل. تلاقي اللعيب مكسر الدنيا مع نادي الزمالك وبينضم لمنتخب مصر، يروح يحترف يرجع بعد ما فيش سنة ولا 6 شهور. وأسامي يعني أسامي تقيلة. اللهم إلا أنت عندك 5 6 أسامي في تاريخ مصر هم اللي صمدوا في رحلة الاحتراف يعني. فالواحد يتمنى ان شاء الله ان الكرة المصرية بصفة عامة تبقى في حال احسن، تبقى في حال افضل، ده احنا بنتمناه. نادي الزمالك نتمنى باذن الله ان في الفترة اللي جاية نادي الزمالك يعود للمسار الصحيح، المسار الصحيح. ليه؟ لان نادي الزمالك قلنا مرارا وتكرارا، نادي الزمالك دلوقتي في نفق مظلم، نادي الزمالك في مرحلة عنق الزجاجة، نادي الزمالك سميها زي ما تسميها هي مرحلة صعبة، ولكن احنا بنتمنى ان نادي الزمالك يخرج من
هذا النفق المظلم إلى النور، يعود للنور مرة تانية بإذن الله. هنعدي ده. ولو نفتكر كده، يعني الواحد بيتكلم بواقعية شديدة جدا، ولكن من الواقع هاخد من الواقع تجارب لنادي الزمالك. السنة اللي فاتت أكبر دليل، كان حالتك صعبة جدا، ما عندكش صفقات، وقدرت تعدي، قدرت تاخد بطولة واتنين، خدت دوري وخدت كاس من النادي الأهلي، يعني اللي كان سكواده قوي جدا جدا، فقدرت تاخد الكاس ده. احنا بنعرف نتعامل مع الظروف الصعبة. فأتمنى زي بقولوا كده، كل ما بتضيق أكتر يمكن الفرج يجي إن شاء الله، تفرج على نادي الزمالك والدنيا تمشي بشكل أفضل في الفترة اللي جاية. ودايما نادي الزمالك بيبقى بطل من رحم المعاناة، وده شفناه في بطولات كتير جدا لنادي الزمالك. لم يكن لأحد يتوقع لنادي الزمالك ياخد بطولة، ونادي الزمالك ممكن يكون هو البطل لهذه البطولة. نتمنى إن وبندعم كمان لاعبينا، بندعم نادينا بإذن الله، اللعيبة يقدموا صورة مغايرة عما هم فيه في ماتش يوم الثلاث اللي جاي، مباراة صعبة قدام فريق كبير، فريق محترم، فريق الترجي التونسي. على قد ما أنت هتحترم الترجي إن شاء الله هتكسبه، هيبقى في حضور جماهيري بيدعمك، جماهير نادي الزمالك العظيمة متواجدة بإذن الله بالسعة المسموح بيها في استاد برج العرب، 20,000 متفرج. نتمنى إن شاء الله إن 20,000 كلهم يحضروا زي عهد جماهير نادي الزمالك ما بتكون متواجدة في المواد. هنتكلم بشكل تفصيلي كمان عن مباراة الأمس والاستعداد لمباراة الترجي يوم الثلاثاء إن شاء الله.